الجزار، بتقول يعني في السينما المصريه في الافلام الابيض واسود كانوا بيعشقوا يضربوا الإليمه، وكان في إليمه شهيره جدا في تاريخ السينما المصريه. اه طبعا. هو طبعا انا عايز اقول لك سر، يعني هو ما بيبقاش الم جامد، يعني هو لكن هو بيفوت كده والممثل يروح عامل كده مع الصوت بقى والساوند، تحس ان ده ضرب الم بحقيقي، ولو ان كانوا بيحكوا وبيحلفوا باي الم لزكي رستم الفنان العملاق اللي كان اي ممثل يخاف، لانه لما يندمج ويمسك ايد الممثل بيبقى تقريبا هيكسر ايده يعني. لكن الإليمة الشهيرة طبعا كلنا عارفين الألم اللي هو عماد حمدي وعبد الحليم حافظ في الخطايا، الحكاية الرواية والمشهد الجميل. وحكالي أستاذي حسن الإمام إن المشهد ده اتعمل 5 مرات، وفي كل مرة عبد الحليم نفسه اللي كان يقول معلش يعني قرب أكتر إيدك، مش عايزها، عايز يحس بقوة الألم اللي اتضرب. من أشهر الصفعات اللي فيه. وعماد حمدي وعبد الحليم زي ما كان في الخطايا تكرر برضو نفس الحكاية في آخر أفلام عبد الحليم أبي فوق الشجرة، يعني برضو عبد الحليم وعماد وماستر سين جميل جدا، وفي الآخر تخ تخ برضو عماد وعبد الحليم. في بقى إليمة بتبقى يعني كوميدية شوية، يعني أذكر مثلا من الإليمة الحلوة الجميلة الألم اللي رشدي أباظة ضرب بيه شادية في الزوجة 13 لما جننته وفهمته إنها بتبقى نايمة ولو حد صحاها عايزة ترمي روحها في الشباك، وماما ماما ماما ماما، وهو شرب الحكايه ده لحد ما في فين وفين وفين عرف الحكايه وسابها بقى توصل للشباك. انتوا فاكرين المشهد وفاكرين اخرته ايه؟ هوريهولكم.